سحني الذيل القصيرة، إنها سحلية مثيرة للاهتمام، تعيش في الصحاري والمناطق الجافة حول العالم. واحدة من الخصائص الفريدة لهذا النوع من السحالي هي قدرتها على التخلص من الذيل كآلية دفاعية ضد الحيوانات المفترسة. عندما تشعر بالتهديد، تقوم السحلية بقطع ذيلها، والذي يظل متحركاً لفترة قصيرة، مما يلهم المفترسين بتناول الذيل المنفصل بينما تهرب السحلية. وبعد ذلك، يتم توليد ذيل جديد للسحلية في غضون بضعة أسابيع. هذه القدرة المثيرة تمكن السحلية من البقاء على قيد الحياة والهروب من الخطر بشكل فعال.